الحقيقة أنه مصر الخارجية السودانية أرسلت رسالة للأمم المتحدة في 5 ديسمبر الجاري تعترض أو تعلن فيها اعتراضها ورفضها لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والموقعة في 8 إبريل 2016. وأكدت السودان أو أكد السودان في هذا الخطاب كامل رفضها لما ورد في تعيين الحدود البحرية بما يشمل إحداثيات نقاط بحرية تعتبر جزءا كما يقول البيان السوداني من الحدود البحرية لمثلث حلايب وشلاتين. والسودان أكد في هذه المذكرة اللي قدمت للأمم المتحدة عدم اعترافه بأي أثر قانوني ينتج عن الاتفاقية المصرية السودانية في الجزء بما يمس سيادة السودان وحقوق التاريخية كما يقول البيان على الحدود البرية والبحرية لمثلث حلايب وشلاتين. الخارجية المصرية بدورها قالت أولا رفضت الخطاب السوداني والخارجية أعلنت رفضها القاطع لمن طوت عليه رسالة السودان من مزاعم حول السيادة السودانية على منطقة حلايب وشلاتين والادعاء بأنها تحت احتلال مصري. وقالت الخارجية أنها تعتزم توجيه خطاب إلى الأمم المتحدة ردا على الرسالة السودانية التي ترفض الاعتراف بالاتفاقية بين مصر والسودان. إذن ببساطة كده قبل ما ناخد اتصال القادم، ببساطة السودان احنا كان عملنا اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية اللي دخلت فيها تيران وسنافير ضمن الحدود او ضمن الملكية او تعيين ضمن الحدود البحرية السعودية، وقامت الدنيا وقالوا ان احنا بنتنازل، ناس كتير قالت ان احنا بنتنازل عن الاراضي ودي قصة. هذه الاتفاقية بتنزل يعني بترسم الخريطة لتؤكد ان او ان منطقة حلايب وشلاتين مصرية، وده لا نزاع عليه رغم انه السودان يعني لديها مزاعم بتقول انه هذه المنطقة منطقة سودانية. السودان النهاردة 5 ديسمبر، ما عرفش ليه 5 ديسمبر، ما عرفش ليه دلوقتي، لانه الاتفاقية دي متوقعة من 8 ابريل 2016 وتم تنفيذها وتنفيذها وكل الامور خلصت في يوليو. فانا مش فاهمة ايه الجديد اللي يخلي السودان تتقدم الان في ديسمبر بهذا الخطاب للأمم المتحدة.